صباح الخير يا سنة أولى، عاملين ايه؟ أخباركم دفعة 2023؟ يا رب تكونوا بخير. دلوقتي احنا نكمل يونت 7 اللي هي الستراكشر، القواعد. يعني نمبر 1، يو داش ستوب وين يو وين ذا ترافيك از ريد. ده قانون، يبقى يو ماست، لأن ماست دي بتستخدم من القوانين، ما ينفعش أقول له يو شود، يعني يجب أن. لا، ده قانون غصب عنك، لازم ستوب ذا كار وين ذا ترافيك از ريد. طيب، يو داش تيك فوتوز هير اتس فوربيدن، يعني ممنوع، يبقى يو ماسنت، عشان ده قانون برضو. اي ثينك ذا جفرمنت داش دو سم مور دو مور تو امبروف education. يبقى اعتقد ان المفروض ان الجفرمنت او الحكومه نقول يجب ان هي تفعل اكثر من ذلك، شد لتحسين التعليم. You missed a great party last night. يا ريت كنت حضرت معانا، او انت فاتت عليك الحفله بتاعت امبارح الفظيعه دي. يبقى you should have come. لما احب اجيب الماضي بتاع should او ادي نصيحه على حاجه فاتت مش حاجه جايه، يعني واحد مثلا فاتت الحفله بتاعت امبارح، بقول له يا ريتك كنت جيت معانا، يبقى يو شود هاف، يبقى الماضي بتاع شود اسمه ايه؟ شود هاف. لكن لما واحد اقول له خلي بالك بكره في الامتحان لازم تذاكر كويس ولازم تقرا الاسئله بتركيز، يبقى شود بس، لان امتحان بتاع بكره مش امتحان اللي فات، تمام؟ فشود هاف هنا معناها ان الماضي بتاع شود، تمام؟ طيب، children dash play with matches it's dangerous. طبعا الاطفال ممنوع يلعبوا بالماتشز اللي هي الكبريت، يعني لانه خطير. Doctors recommend that everyone dash eat plenty of fruit. Plenty of هي نفسها البديل بتاع ايه؟ بتاع a lot of، صح، برافو عليك. يبقى plenty of هي نفسها a lot of، فطبعا دي حاجه حلوه يعني. يبقى recommend يعني بيوصي، يعني مش قانون بيقول لازم كل مواطن ياكل فاكهه، لا، should، يجب على كل مواطن ان هو ياكل فاكهه يعني، تمام. وي داش بريك ترافيك ساينز اتس اجينست ذا لو، طبعا ممنوع طبعا، يبقى وي ماسنت بريك ذا ساينز ترافيك ساينز اللي هي اشارات المرور. ات از داش ات از ا، خلي بالك هنا في ا، طب ودي تفرق ايه؟ تفرق ان انا هختار وراها اسم وليست صفه، تمام. تو تيرن ذا لايت، ان انا اشغل النور، يبقى اتس ا ماست، اتس ا ماست، انها ضروره، تمام. طيب، ات از داش تو تيرن لايت، مفيش ا هنا، يبقى اتس نيسيسري وليس نيسيسيتي. نيسيسيتي الضروره، ده اسم، انا عايز بعد اس بتيجي صفه، بعد اس بتيجي ايه؟ صفه. ات از داش برضه عايزين صفه برضه، جيت اب ايرلي، يبقى اتس من الافضل يعني او الاحسن يعني. انت تستيقظ مبكرا، يعني ايه كلمه ان؟ تو هي دي، اتس بيتر تو جيت اب ايرلي، تمام. طيب، يبقى من الافضل ان. نو سموكينج مينز يو داش سموك هير، ما خلاص نو سموكينج يعني ما فيش تدخين، ممنوع سيارتك تدخن يا اما تدفع غرامه، يبقى يو ماسنت. You aren't allowed to park here. You dash do it. مش مسموح لك ان انت تركن هنا. You مش مسموح لك، يبقى you mustn't. خلاص. You mustn't. I couldn't go to the park yesterday. اللي بالك بيقول لك yesterday. Because I dash see a doctor. يبقى كنت لازم اروح للدكتور. حاجة غصب عني. كلمة had to يعني حاجة خارجة عن ارادتي. حاجة خارجة عن إرادتي، يعني أنا ماليش يد فيها، تمام؟ لكن مفيش قانون بيقول إن لازم كل مواطن يروح للدكتور، تمام؟ طيب، you dash to walk too much in the sun، يعني تمشي كتير في الشمس، دي حاجة طبعًا هتجيب لك المصيبة، وفي هنا تو على فكرة، وفي تو، طيب يبقى إيه؟ ought not to، اللي هي كأنها shouldn't، بس shouldn't هنا ما بتاخدش تو. شودنت ما تاخدش تو، لكن اوت لازم تاخد وراها تو، عشان كده بنميز بين شود واوت بكلمه تو، لو في تو هاخد اوت تو، لا مفيش تو يبقى هاخد ايه؟ شودنت، تمام. وير داش اون هوليداي،
يبقى عايز صيغة سؤال أداة استفهام فعل مساعد فاعل فعل أساسي فعل مساعد فاعل فعل أساسي يبقى دي should she go should she go تمام you dash drive a car without holding a driving license it's against the law خلاص برضه نفس الحكاية against the law يعني ممنوع يبقى you mustn't مكرر I dash talk when the teacher is explaining things to me المفروض ان انا ممنوع اتكلم اثناء ما المدرس بيشرح في الفصل تمام لان ده قانون المدرسة ده قانون ايه المدرسة يبقى mustn't وحتى لو فكرت في ought عايز اتوب ought not to مفيش تو اصلا بس هي اصلا قانون المدرسة ان انت ممنوع تتكلم في المدرسة والمدرس بيشرح تمام طيب what did you dash do before you come to school yesterday morning طب هنا did عايز أكد مصدر الفعل يبقى did you have to كان يجب عليك أن تفعل قبل ما تيجي المدرسة امبارح الصبح تمام يبقى did you have to the school bus broke down اتوبيس اتعطل كلمة broke down يعني اتعطل so the pupils خلي بالك بروك بماضي اضطروا يمشي بقى had to you dash see a doctor you have been ill for a week لازم تروح تشوف دكتور دي اسمها نصيحة قوية فبقول له you must see a doctor you have been ill for a week ده انت ليك اسبوع عيان يعني وما رحتش لغاية دلوقتي دي كده غلط تمام طيب يبقى must طبعا عشان دي نصيحة قوية It is cold today. When you go outside, you dash wear a coat. It is cold today. When you go outside, لما تطلع برا يعني لذلك يجب يعني you must you should أسف you should يجب عليك أن ترتدي معطف أو بلطو. You dash spend much time watching TV. It's a waste of time. طالما waste of time يبقى حاجة وحشة يبقى تضيع للوقت waste of time. shouldn't طبعا shouldn't you dash revise for the exam it is my advice يجب ان تراجع الامتحان تمام it's my advice يعني دي نصيحة لوجه الله وانت براحتك يبقى you should طيب 24 you dash read this new story it's recommended حاجة حلوة حاجة اوصي بيها يبقى مش الزام مجرد نصيحة يعني يبقى you Should. It's a good idea. You dash do more sports to keep fit. إن أنت تمارس رياضة طبعا دي حاجة حلوة. You ought to اللي هي نفسها should. طيب. You dash wash your hands with soap after using the toilet. يبقى you should ولا you must. مفيش should أساسا. هو must كده. لازم نغسل إيدينا طبعا. It's a must. How you must. You dash more bread. We already have too much. يبقى ما فيش داعي تجيب. خلاص. You don't need to. أو needn't buy. ما فيش داعي تجيب. عيش تاني. علشان خاطر احنا عندنا عيش أساس. تمام. We already have. ما قالش هاد. تمام. مضارع يعني. طلبنا مضارع الناحية دي. يبقى أكيد مضارع الناحية دي زيها. لو ماضي الناحية دي يبقى أكيد ماضي الناحية دي زيها. We really dash have come to the party because all our friends were ماضي اهي were there. يبقى ها should have come. يجب ان انت كنت تيجي عشان كل اصحابنا كانوا ايه كانوا موجودين في الحفل. طيب your lessons dash well. الدروس دي كلمة غير عاقل فغالبا في اول الكلام لما يكون كلمة غير عاقل يبقى ايه بيبقى اول الكلام غير عاقل يبقى غالبا ده مبني المجهول يبقى مبني المجهول يبقى should be revised should be revised you ever have to look after your brothers or sisters يبقى المفروض ان انت have to تمام يبقى do you have to Doctor and brothers, sisters and brothers, do you ever have to? تمام؟ طيب ما
ماشي، عشان جامعة بيمشي مع جامعة، دي مع يو. ماشي. You should take some rest. It's مفيش هنا ايه فاضي، هنا مفيش ايه، يبقى it's advisable. طب ليه يا مستر ما قلتش مثلا it's حاجة حلوة ان الواحد يريح شوية، يعني لما يكون واحد مرهق it's advisable، دي حاجة ينصح بيها يعني، لكن مش الزام. it's a must be الزام، وانا بقول له هنا you should. ماشي، يبقى لما يكون should يبقى it's ايه advisable. طيب I have warned you twice not to do that. حذرتك مرتين ما تعملش كده. You dash do that. يبقى you mustn't، ما دام حذرتك مرتين اعمل ايه تاني يعني. يبقى you mustn't do that. I'll give you a lift. هدي لك توصيله يعني. So you dash walk to the club. يبقى طالما انا هوصلك يبقى مفيش داعي يعني تمشي خلاص. يبقى you don't have to، مفيش داعي تمشي، ما انا هوصلك اساسا. احمد is really nice person، you dash meet him. لازم تقابل احمد، ده ولد لطيف جدا. يبقى you must. must تمام. طيب can I talk to you please sorry I dash go now I'm late. يبقى انا لازم امشي دلوقتي عشان انا اتأخرت. I must go now I am late. I must go now. This is one way street. You dash go that way. طالما طريق في حارة واحدة بس يبقى you mustn't go that way. ممنوع امشي في المقابل يعني. You dash use tissue when you sneeze. استخدم المنديل لما اعطس. يبقى you must. علشان خاطر دي يعني يعتبر كده نصيحة قوية. نصيحة قوية. لكن مش وبعدين يوم ما تجيش مع has to اصلا، ونيد عايزة تو، واصلا هو اصلا ما ينفعش اصلا، ده نصيحة قوية. you dash touch that electric wire it's very dangerous. طيب طالما very dangerous يبقى اعمل ايه يعني؟ يبقى you mustn't يعني، خطير جدا يعني، mustn't طبعا touch. we will dash leave early tomorrow. يبقى بكرة ان شاء الله. يبقى we will have to، سوف نكون مضطرين الى، عشان will وراها مصدر الفعل. يبقى will have to. هلا داش go to hospital yesterday. yesterday as she will she was ill. يبقى had to. had to. تمام. why must you mispronounce my name every time. this is a المفروض نقول يعني انت كل مرة بتغلط في اسمي. you must why must you mispronounce بتنطق اسم غلط. تمام. this is a criticism، ده يعتبر انتقاد يعني. criticism يعني انتقاد، مش تحريم ولا ضرورة ولا انتقاد. طيب what mustn't you mustn't smoke in sleeping rooms. تمام. this is a طالما you mustn't ممنوع تدخن، يبقى this is a بقى prohibition بقى تحريم، المرة دي تحريم، ممنوع منعا باتا تدخن في غرفة النوم يعني. you needn't answer all the questions. answer 2 out of 6 needn't here expresses تعبر عن مفيش يعني داعي. انعدام الضرورة. انعدام ايه الضرورة اسمها lack of necessity. lack of necessity. why did you get up early. he dash got up so early he could have stayed in bed longer. why did you get up early. he اكيد طبعا بيقول له did ماضي، يبقى اكيد ايه he had to got up. ازاي تو وراها ماضي، تيجي ازاي دي. يبقى اكيد هنا في فكره بقى جديده، اكيد طبعا الفكره هتكون نيد انت هاف وتصريف ثالث. طب ايه معناها دي؟ معناها انه صحي بدري وما كانش في داعي يصحى بدري. تمام. صحي بدري وما كانش في داعي يصحى بدري، لكن هو خلاص صحي بدري. الكلام ده مش دلوقتي، الكلام ده مثلا امبارح، اول امبارح، النهارده الصبح. تمام. طيب
فبقول needing to have تصريف ثالث معناها ان الحاجة دي ايه ما كانش فيه داعي ان هي تحصل، ما كانش فيه داعي ان هي تحصل. he can't بس هو عملها يعني، ما كانش هو عمل الحاجة دي بس ما كانش فيه داعي ان هي ان هو يعمل كده. you can't travel to America without getting permission you dash a valid visa. valid visa يعني فيزا سارية، تمام. يبقى اكيد طبعا بيقول لي you can't travel طبعا، تمام. يبقى يعني في الحالة دي اختار ايه، must be getting مثلا ولا have to get ولا needing to get ولا الإجابة طبعا have to get، دي حاجة غصب عنك طبعا، لازم غصب عنك تكون معاك فيزا، مفيش اختيارات ولا مفيش قانون، دي حاجة اسمها إلزام خارجي، اسمها ايه؟ إلزام خارجي. طيب اختار إجابة تاني، it's dash مفيش هنا حاجة، it's dash to take this medicine، يبقى it's a must، اختارها it's a must اهو، to take medicine؟ لا، it's necessary ماشي. It's necessary. وهنا يعني عاوز اقول it's advisable بس يعني مفيش advisable، خلاص it's a must انها ضرورة يعني. لو واحد حالته متأخرة جدا يعني وانا خايف عليه، يبقى اذا it's advisable كان يعني المفروض تتحط هنا advisable، بس هو عايزني اختار a must وعايزني اختار ايه necessary. طيب she dash go to school today as it is a holiday. طيب النهاردة تروح المدرسة او النهاردة اجازة اساسا، بيقول يبقى فيش داعي بقى، يبقى doesn't need to فيش داعي و doesn't have to فيش داعي برضو، lack of necessity يعني انعدام الضرورة، انعدام الضرورة. طيب still you have enough time you dash hurry، يبقى you still you have time enough time you لازم تسرع شوية. مش لازم تسرع يعني، انت عندك وقت بقى، يبقى you don't have to hurry او you needn't، هي needn't هي نفسها don't have to، بس needn't الفرق بينها وبين don't have to ان هي ما بتاخدش to اساسا، هي اسمها needn't فقط. طيب you dash worry your injury isn't serious، يبقى ممنوع تقلق يعني او مش لازم تقلق، you needn't worry او don't have to worry، الموضوع ما يخوفش يعني. what do you think I dash do solve this problem، what do you think I should do يجب ان افعل to solve this problem او ought to، هي should و ought to واحد. تعال نشوف اللي بعده، you dash do some more exercise to keep fit it's advisable، طالما قال لك it's advisable يبقى ought to او should، مفيش ought to في ought بس، لا احنا عايزين ought to يا اما should، ففي should هنا موجود. نعمل تمارين كتير. طيب no noise patients need rest you dash keep quiet، طالما العيانين عايزين يرتاحوا يبقى you must keep quiet، لازم تكون يعني keep quiet يعني تكون ايه تكون هادئ. you dash take photographs here it's a military area، دي منطقة عسكرية، لا ده ما فيهاش هزار دي، يبقى you mustn't بقى، you mustn't ممنوع. you dash keep away from uncovered electric wires or you will be electrocuted electrocuted يعني تصاب بصعق كهربي يعني. طيب يبقى طبعا دي حاجة يعني you must طبعا keep away، لازم تبعد خالص. طيب اللي بعده what dash do you keep healthy I advise you to eat healthy food، طيب ده سيرة سؤال ده، يبقى اعمل ايه او اكل ايه عشان اكون بصحة كويسة، I advise الاجابة فيها advise، يبقى what should I do what should I do، ماذا يجب ان افعل. سمير should dash the paragraph to correct his mistakes، يبقى المفروض ايه بقى، سمير should rewrite يعيد كتابة عشان should وراها مصدر الفعل.
تمام. You shouldn't waste your time watching too much TV. It's dash to do so. It's يعني مفيش داعي ضيع ده كله. It's an advisable يعني حاجة ما في يعني لا ينصح بها ان انت تعمل كده تقعد 15 ساعة قدام التلفزيون مثلا. ماشي. You dash park here. يركن عربيته هنا. It's not allowed. لا ده قانون بقى. Not allowed بقى. يبقى you mustn't ممنوع بقى خلاص خلصت. You dash eat too much fat if you want to lead healthy life. عاوز تعيش حياة صحية يبقى ما تاكلش دهون كتير. You shouldn't. You shouldn't مش هقول له you don't you needn't. مفيش داعي تاكل دهون كتير لو انت عايز. لا ده ممنوع يعني عاوز اقول له شبه ممنوع. تمام. فاذا هقول ايه shouldn't. I dash install a new antivirus. انزل antivirus على الكمبيوتر بتاعي. I need to protect my computer. يبقى انا بذكر نفسي تذكير قوي. يبقى I must. تذكير قوي للنفس. يبقى بقول I must. You dash try my sister's cake now. It's really delicious. لذيذة يعني. يبقى you لازم تجرب الكيكة بتاعت اختي. You must. مصد هنا بمعنى لازم بمعنى ايه يعني معزة بقى وغلاوة كتيرة جدا يعني. طيب my friend broke his leg and dash the hospital where he received the treatment. my friend broke his leg and طالما broke ماضي يبقى نقول ايه should have gone to hospital. لا هو بالفعل راح and received. لا يبقى had to go. كان مضطر انه يروح المستشفى. تمام. و وير هي حيث هو اخذ علاج هناك. يبقى هاد تو جو تو هوسبيتال. راح بالفعل. يبقى هاد تو جو. طيب كانسل يور تريب تو ذهب. يس انفورشنتلي ماي فادر واز ايل. بابا كان ماضي خلي بالك عيان. يبقى هو انت كنت لازم did you have to. وانت لازم كنت تلغي الرحله بتاعتك لدهب. هو انت كنت ماضي كنت مش لسه هيكون. لا ده كنت did. طيب you dash take this medicine you are quite well. يعني انت الى حد ما كويس يعني. يبقى خلاص مفيش داعي. you needn't يعني انت كويس اهو زي الفل. يبقى you needn't بقى. يا اما don't have to بس مفيش to اساسا. ماشي. money is really economical. اقتصادية بتوفر في الفلوس. she dash more bread. she actually had a lot of a lot in the fridge. يبقى خلاص يعني طالما is مضارع يبقى she عاوز اقول doesn't have to او needn't buy. مفيش doesn't have to. يبقى needn't buy. مفيش داعي تشتري عيش عشان هي actually had. تمام. هي بيقول لك اصلا اقتصاديه. تمام. يبقى هتشتري عيش وهي عندها عيش. لا يبقى اذا need and buy. she had اصلا عندها عيش في الثلاجه. طيب you dash worry you still have a lot of time answer the other questions. يبقى ما فيش داعي تقلق. you don't have to worry. مفيش داعي تقلق. you don't have to worry. فيش داعي تقلق. it is dash to follow traffic rules. لا ده ضرورة بقى. it is necessary او it's a must. it's a must او it's necessary to follow traffic rules. dash I dash the room because my mother had already done it. I found it clean and well kept. طيب طالما my mom had already ماضي done this يبقى مفيش داعي ان انا ارتبها بقى خلاص. I didn't have to tidy. I found it clean اساسا. يبقى I didn't have to tidy اصلا. مش هتقول لي needn't have تصريف تالت. ده needn't have تصريف تالت لما تكون انت اللي رتبت الاوضة وماما جت ترتبها وهي اصلا مترتبها. تمام. لكن بيقول لك انا اصلا ما كانش في داعي ان ارتب الاوضه اصلا علشان ماما مرتبها اساسا.
ونظيفة الأوضة يعني. طيب I dash take a taxi because I was about to miss the first lecture. أنا كنت على وشك إن أضيع المحاضرة الأولى. فا أهو ماضي برضو أهو ماضي. فكنت مضطر إن آخد تاكسي بقى. كنت مضطر had to had to. You dash miss this lecture. It's the most important one. لا أوعى تفوتها بقى. It is. خلي بالك إن مكتوبة it is. مضارع. يبقى you mustn't ممنوع تفوتها نصيحة ليك. طيب I go to the service center. I needed to make sure the car was ready for the long trip. طيب ماشي. يا ترى هنا هتبقى ايه؟ اروح ل go to the service center اللي هو مركز الصيانة يعني علشان عايز اتأكد ان العربية جاهزة لرحلة طويلة. The car was كانت جاهزة. اتأكد ان هو ماضي. يبقى كنت مضطر الى I had to. هي بقول لك طالما في ماضي الناحية التانية يبقى ماضي الناحية الأولى. مضارع الناحية التانية يبقى مضارع الناحية الأولى. There was no need for me to leave the office early. I dash depart early. خلاص بيقول لك there was no need. ما كانش فيه داعي. يبقى ما مشيتش بدري خلاص. I didn't have to depart early. I didn't have to depart early. ما كانش فيه داعي ان انا امشي بدري او اغادر بدري. تمام. طيب swimming is banned here. السباحة هنا ممنوعة خالص. يبقى ده ممنوع. يبقى mustn't swim. You mustn't swim. ماشي. You must have the dinner with me. دي طبعا يعني دعوة حارة يعني invitation. طبعا لازم تتغدى معايا النهاردة. العشاء تتعشى معايا النهاردة. As a doctor, my best advice to you is that you dash eat a lot of sweets. My advice, the best advice to you is that you, المفروض ان انت تاكل حلوة كتير معايا. طب نصيحة يعني. هو الراجل بيقول له نصيحة يعني. Advice, the best advice. يبقى بس ما تاكلش حلاوة كتير. ما تاكلش حلاوة كتير. من الصنف ده مش تاكل حلاوة كتير معايا. لا ده ما تاكلش حلاوة كتير اصلا. يبقى ought not to. لا يجب ان. طيب I really must buy my friend a present on his birthday party. This shows. هنا must ده معناها ان انا لازم اشتري له. ده اسمه inner feeling يعني من معزته عندي لازم اشتري له هدية. سوري. It is not necessary for her to attend the meeting. This means ليس ضروري بالنسبة لها ان هي تحضر الاجتماع. ده معناه ايه بقى؟ ليس ضروري خلاص. شيء يبقى she needn't attend the meeting. ما هو بيقول لك this not necessary. It is not necessary. ليس من الضروري. بس يبقى she needn't attend the meeting. ماشي. تعالى نشوف اللي بعده. فكر فيها كده الأولى هلا. ها ثلاثة صح. الإجابة جيم. ليه يا مستر؟ أهو لتجنب عيوبه ولكن اللي تحت لتقليل عيوبه. اللي المفروض بيقول لك افويد. افويد يعني تجنب. طيب شوف اللي بعده. تمام ماشي. ليه؟ علشان كلمة بخصوص وهنا على وجه الخصوص. لا هنا على وجه الخصوص. لا في كلمة تاني اللي هي على وجه العموم هنا مكتوبة العموم هنا. فهنا ما تنفعش. تمام على وجه الخصوص especially in particular. طيب اللي بعدها نمبر 3. ايوه الأخيرة. ليه يا مستر؟ علشان هتلاقي كلمة هويتنا الوطنية مش المحلية. في اختلافات تانية طبعا.
طب نشوف اللي بعدها. تمام نمبر بي ماشي. نمبر بي هي اللي صح. اوكي اهو لو دققت فيها كده هتلاقي فيه كلمات في الباقي مش موجود في دي. على سبيل المثال مثلا زي ليبر ماركت، يعني مثلا هنا على سبيل المثال مثلا هتلاقي كلمة ايه اكسبيرمنت، يعني مثلا تجربة في المعمل لكن اكسبيرينس، وهكذا في حاجات مختلفة. طيب نمبر 5 الأخيرة. تمام تمام علشان في اختلافات برضو، لو تلاحظ ان في اختلافات في الباقيين. ماشي شوف اللي بعدها. تيست ده تيست يونت 7. تيست يونت 7 فريندز ديسكرايب هيم از ا داش اند ثوتفول مان، رجل كده بيراعي شغل الاخرين. يبقى المفروض ان هو سيريس حازم او جاد وكمان وايز حكيم. تمام سيريز يعني افلام، سيريال اللي هو التسلسل، او سيريسلي ظرف ما تنفعش بعد اه، طبعا مفيش ظرف بيجي بعد اه. We all should dash clean to have a healthy life. We all should المفروض ان احنا stay clean او keep clean، نبقى نظيفين علشان خاطر نتمتع بصحة جيدة. Most herbs grow well in dry، اكيد في التربة اللي هي الجاف، يعني in dry soil الأعشاب بتنمو في التربة التربة الجافة يعني. طيب teacher saw Ali passing note to his، مدرس شاف علي بمر الورقة للي جنبه، يعني to his ايه بقى ماشي، يبقى للي واقف جنبه، يبقى ايه neighbor. neighbor يعني اللي واقف جنبه. طيب بكتيريا اللي احنا قلنا عليها جمع ايه like to dash in warm wet places like a kitchen sponge، بتحب تعيش في المكان ده او بتنمو او بتزداد او بتكسر. grow when there is smoke it is easier to dash close to the ground، يبقى لما يكون الدنيا في smoke يعني دخان it is easier to breathe، يتنفس طبعا لان الدخان خفيف فبيطلع لفوق. طيب his room is dirty and messy، الأوضة بتاعته مش نظيفة متسخة وفوضوية. but على الأقل he had shower this morning، يبقى at least the house didn't feel clean because there was dash on all the furniture، يبقى البيت didn't feel clean مش نظيف علشان there was تراب dust يعني تراب. I have dash حساسية من الكلاب، طيب من القطط يعني allergy يعني حساسية. تمام we dash travel to Alexandria it was a must to go there، it was a must انها كانت ضرورة. خلي بالك انها بيقول لك was ماضي، يبقى كده النص الاولاني ايه ماضي. تمام had to. تمام we dash follow school rules، يبقى وي ماست فولو سكول رولز، ده ما فيهاش اختيارات دي. وي ماست فولو سكول رولز. يو داش جو دايفنج اف ذا ويذر از باد، يبقى يعني ممنوع طبعا، المفروض الطقس وحش يعني يو شودنت، يعني يو شودنت. يو داش ستوب سموكينج، اكيد طبعا يعني هقول له وقف تدخين يعني، يبقى يو ماست you must stop smoking، واضح ان حالته متأخر جدا يعني. you dash drink water from the camel، اكيد ممنوع اشرب ماء من الترعة طبعا، camel يعني الترعة، يبقى you shouldn't طبعا. what should I dash to lose weight، يبقى what should I do، ماذا يجب ان افعل to lose weight، اعمل ايه علشان خاطر ايه
أفقد الوزن to lose weight. You must keep it a secret. You dash tell anybody. ماشي. Must keep it a secret يبقى you mustn't tell anybody. ما تقولش لأي شخص خالص. ما تقولش لأي شخص نهائي. ماشي. القطعة دي سهلة. يعني يا ريت تقروها كده على مهلكم خالص. ما فيهاش أي كلمة صعبة خالص نهائي يعني. كلها كلمات بسيطة. وسهلة من المنهج. بعد ما تقراها شوف الإجابات كده معايا. يلا يقول لك what happens if there is no rain for a long time. هيحصل ايه لو مفيش مطر لمدة طويلة؟ يحصل جفاف drought. طيب causing too much pollution can lead to. تمام عرفت الإجابة. climate change لما يكون في تلوث كتير هيؤدي الى تغير المناخ. طيب نمبر 3. نمبر 3 بيقول لك where are deserts found. اين توجد الصحاري؟ اكيد في كل انحاء العالم. قالها في اول سطر في القطعة اصلا. how do humans cause desert growth. ازاي البني ادمين او البشر بيساعدوا في تطور الصحاري اللي هو by causing pollution. من خلال التلوث والتلوث بيؤدي الى زيادة التصحر والتصحر بيؤدي الى الرمال بتغطي الاراضي الزراعية. number 5 which of the following can best express main idea of this passage. مين في الدول بيعبر عن القطعة بشكل عام؟ أكيد الإجابة نمبر سي اللي هي why some deserts are growing. ليه بتزيد مساحات الصحاري؟ growing هنا معنى تزيد يعني. طيب according to طبقا أو على حسب القطعة يعني passage how can humans stop desert growth. يعمل إيه علشان ما نخليش الصحاري تزيد؟ أكيد نخفض عدد السكان by having fewer children. fewer children وبالتالي هيخف عدد السكان بالتالي مش هيحصل تصحر لان عدد السكان زيادة هو اللي بيسبب المشاكل دي كلها. طيب نشوف اللي بعده. number 7 according to the passage what does the word useful mean. كلمة useful اللي هي موجودة باللون الأزرق كده تمام معناها ايه في الصفحة اللي فاتت؟ تمام تبقى معناها for growing plants اللي هي زراعة النباتات او ان احنا عايزين نزرع نباتات كتير. طيب نقرأ دي ونشوفها. يلا تمام الف عشان بيقول يعتبر قبول الاخر سمة متحضرة accepting others هو بالباقي بيقول لك متعصبة متحضرة برضو صح بس هنا سيئة فجيب هنا في الاخر قال لك واحتراس الاحتراس من اراء الاخرين هي المفروض احترام مش احتراس احترام اراء الاخرين. طيب شوف اللي بعدها شوف اللي بعدها صح نمبر بي برضو هتلاقي فيه اختلافات برضو بينها وبين الباقي. طيب tips to be healthy and safe at home نصائح لكي تكون بصحة جيدة وفي أمان في المنزل. عايز نكتب الإساي ده ونبعته على جروب التليجرام وكذلك الملف اللي أنا حليته ده دلوقتي هتلاقيه على جروب التليجرام برضو الرابط هتلاقيه تحت موجود دوس عليه هتلاقي نفسك دخلت على جروب التليجرام اشترك فيه وهتلاقي الشرح الشرح اللي احنا حليناه ده الملف اللي احنا حليناه وممكن عاوزين نشارك مع بعض ايه الاساي او المقال بحيث ان احنا نخصص حلقة كده نناقش فيها كل الاخطاء بتاعت ايه الناس اللي بعتت. تمام يلا ان شاء الله كده اشوفكم يونت 8 باذن الله. مع السلامة.